ثم قد ثبت عن بعض الصحابة كراهة التلفظ في الصلاة، وقد اختلف فقهاؤنا في حكم التلفظ في الصلاة من غير حاجة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه مكروه، إلى أنه مكروه ليس حراما وإنما هو مكروه، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه مباح لا شيء فيه لأن الحديث لم يثبت. والذي يظهر والله أعلم أنه أن التلثم من غير حاجة مكروه لثبوت الكراهة عن السلف الصالح رضوان الله عليه، لكن إذا وجدت حاجة أو علة، حاجة عامة مثل ما نحن فيها اليوم في هذه الجائحة، أو علة خاصة بالإنسان مثل أن يكون مسكوما أو نحو ذلك، ما حكم أن نغطي فمه وأنفه؟ الحكم أن ذلك جائز بلا كراهة، وذلك للدليل والقاعدة. أما الدليل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غلبه التثاؤب بأن يضع يده على فيه في الصلاة، وهذه تغطية للفم من أجل الحاجة. وأما القاعدة فالقاعدة عند العلماء أن الكراهة تسقط عند الحاجة، وقد وجدت الحاجة هنا فيجوز للمسلم بلا كراهة أن يصلي وهو لابس الكمامة. وبناء عليه فإن القول إن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد لأنه في البيت لا يلبس الكمامة قول غير صحيح مطلقا، بل الفقهاء متفقون على أن صلاة الرجل في المسجد مع الجماعة أفضل له من صلاته في بيته ولو كان في المسجد يلبس الكمامة وفي البيت لا يلبس الكمامة. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص